ربما عاد للحرف معنى ولا حتى للكلمة قدرة على شرح نفسها بنفسها، ففي كل بيت هنا غصة شبعت ألما وحرقة أرهقت وجعا. تفاصيل المشهد العام لكل قصة تزخم أنينا ممزوجا بسر غريب من الأمل. الله يرحمه الله يرحمه، والله يحمي الشباب العساكر كل، الله يحميهم، والله يصبر كل أم. نزحت أنا مشان العساكر أولادي، عندي عسكري صار لي 7 سنين، حطوا دواء من دابي، شقوا أولادك شقوا ابنك ما شقيت ابني، نهزم جيت لهوني. ربما دروس الصبر تعلم من أمهات سوريا، ومعاني جبروت تقرأ من عيونهن، والإرادة تلقن من أفعالهن. أمهات قدموا أبنائهن على مذبح الوطن، رافعات رؤوسهن فخرا وعزا ليبقى وطنهن طاهرا من رجس الإرهاب. لأنها بتستشهد ما يزعلني، ها لا ما يزعلني محمد، ما استشهد ما يزعلني، لا ما برفع راسي فيه، يقولوا عسكري وراح شهيد ولا يقولوا خاين، حس من فوق عليه معيش بطل، يقولوا شهيد برفع راسي فيه انا. وقلت له لو العسكري بالشام قلت له بلفوكوا على مستوى يجيبوا لي اياك، احسن ما تقولوا عليك كلمه خاين، قتل كلب وفطس واوطي راسي، لا برفع راسي بابني. هيك انا من جد عم بحكي معك، ما عاد بصوروني، انا من جد برفع راسي باولادي، انا برفع راسي مو بقلبي، انا بس برفع راسي فيه. الله يحمي كل عسكري يا رب، الله كل عسكري الله يحمي يا رب، لامه يا رب، واستشهد الله يرحمه ويجعلهم الشهداء، نرفع راسنا فيهم، لان هدول يحمونا، يحمونا دخلوا علينا كان استووا فينا.